سلمت قلبي يا ربي لتغسله، رفعته لك من خوفي فأنت له. تعبت مني فكم أسرفت أتعبه. قال محامي في معرض الدفاع عن موكله المتهم بالسرقة: إن موكلي يا حضرة القاضي لم يرتكب أي جريمة ما، وكل ما هناك أنه كان مارا بتلك الشرفة المطلة على الطريق، فامتدت يده اليمنى إلى الصندوق الذي كان بها وأخذه. ولا شك أنكم توافقونني على أن اليد ليست سوى عضو من الأعضاء الكثيرة في الجسم، فمن العدالة ألا تؤاخذ الأعضاء كلها بجريمة عضو واحد منها. ولم يشك القاضي في أن المحامي يمزح إن لم يكن قد أصيب في عقله، فقال له رئيس المحكمة ساخرا منه: إن حجتك يا حضرة المحامي منطقية جدا. ولذلك قضت المحكمة بحبس يد المتهم اليمنى التي سرقت الصندوق سنة مع الشغل، وهو حر في أن يصاحبها أولا إلى السجن. حينها اشتدت دهشة القاضي حين رأوا المتهم يخلع ذراعه الصناعية ثم يتركها على منصة المحكمة ويخرج من القاعة مع محاميه في هدوء قائلا: هذه اليد وأنت حر فيها، تشغلها أو تتركها. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والإعجاب بالفيديو. شكرا لكم.